مشتاقة لبيتي ولتختي ومشتاقة أحس ببيتي لكل شيء. هالجا صار 12 سنة والله. قبل الزلزال كان رمضان غير، اللمة غير، عم نحاول إنه نعيش طقوس اللي كنا عايشينها ببيتنا. اللي اختلف إنه نحن خارج بيوتنا، عرفتي إنه ما منظمين، ما قاعدين، عرفتي الأولاد اختلف، الدراسة، النومة، القعدة، هيك بس هذا تغير علينا يا شيء، عشان أولادنا الدراسة أكثر شيء هذا بيهمنا الموضوع. طقوس رمضان هي ما تغيرت، هون منطبخ، منتبادل الأكل نحن والجيران، جيراننا يعني القاعدين بالصالة، بعد الفطور بنعمل شاي، بنجمع سوا، يعني لمي حلوة، يعني أجواء. هلا أهالينا بعيدين عننا، يعني أنا أهلي من 13 سنة ما شفتهم، يعني هون بحسهم أهلي، بحسهم مثل هاي المرة الكبيرة القاعدة، بحسها أمي، بدير بالي عليا شو بدها شو هيك، عرفتين؟ الحمد لله. والله عم نساوي كبة حلبية، ونحن باركين الله مقيمين بالمدينة الرياضية. وطقوس يعني رمضان قريبة على طقوس كل واحد في بيته، يعني قريبين نحن من الشيء، وأنا يعني بحب أساعد مرتي في كل أكلات البيت، هاي تجي كمان من طقوس رمضان. الله وما بختلف كتير، بس اختلف بسبب الزلزال إنه جينا على المدينة الرياضية، إنه الجمعة حلوة وين ما كانت تكون، اللي كان في بيوتنا أو بالمدينة. هلا نحن يعني كأسرة وحدة، يعني مثلا هلا نحن عم نساوي كبة، في إنه نعطي للجيران، في إنه بيجي ولد بده لحاله بنعطي، هيك يعني هيك بتصير. وإنه نفس الشيء إيش مساوين مثلا بيعطونا. هلا قبل رمضان ببيوتنا طبعا أحسن، بس الحمد لله كمان جينا، الحمد لله كمان حاسين هون بالأمان، كمان هون ما عم نقصر، هن كمان الفريق الموجود هون ما عم بيقصر كأكل كشرب، بس نحن طبعا أطفال بدها تشتهي، بدنا نساوي إنه نتأقلم بوضع إن كأني ببيوتنا. طبعا بعد الإفطار كنا نروح على الجامع الكريم، نصلي صلاة التراويح، نلتقي نحن والأهالي اللي منحبهم وال يعني من العزيزين علينا الغالين. من بداية شهر رمضان عم نحاول إنه نعيش طقوس اللي كنا عايشينها ببيتنا، عم نحاول هاي قدرتنا الإمكانية اللي نحن عم نجيبها فيها، وهذا الواحد بيقدر عليه، شو بدنا نساوي وعلى الله. ما قبل الزلزال طبعا اكيد ما غير ما بعد الزلزال. قبل الزلزال كنا نعمل الاكلات اللي بحبوها الاولاد، نسهر السهره، غير اطبخ الطبخات اللي بحبوها، نحضر التحضيرات، في له طقوس كتير كتير يعني تغيرت علينا. والله تغير علينا، يعني انه الواحد في بيته قاعد حوالي أولاده مرتاح مطمئن، يعني بس لا أكثر ولا أقل. يعني طرف علينا رمضان والله، لأنه يعني نحن الجمعة يعني غير يعني بين أولادنا وخلقنا وأهلنا وعيالنا، أتمنى من هالأيام الفضيلة يا رب نرجع لبيوتنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى أيامك إن شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. طبعا قبل الزلزال كان رمضان غير، كان اللمة غير، يعني الأهل كلها حوالي بعضها، سفرة الأكل كانت غير، واحد بيته غير، وهلأ الحمد لله الله يديم علينا نعمة، كله يعني الحمد لله خير، كله نعمة من رب العالمين. بس طبعا حوالي الأهل غير، حوالي بلده الواحد، حوالي بيته غير. بالبيت يعني نقضيها مثلا الصبح مثلا في نصلي، نقرأ شوي بالمصحف، بعدين نبلش بجو البيت بالطبخ، نعزم بعضنا مثلا الأهل قرايبين، هيك كل يوم مثلا عند حدا كل يوم.